o السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم راح نرجع معاكم الايفون او انطباع الايفون 12 رو ماكس اكبر حاجه اكثر تقنيات موجوده في ذا الجهاز انا بالنسبه لي قبل ما فتحه قبل علمتين السنوات راحت في جهاز اسمه بلس في جهاز عادي البلس فيه ميزات اكثر من العادي اما الماكس اذا كان برو ماكس فنفس البرو ما في فرق لكن هذا اكبر الشاشه هذا لا في فرق بينه وبين البرو العادي تمنيته مش ماكس تمنيته بلس علشان نفهم الخلطه باش تغيرين تخلينا ماكس في فرق بينه وبين الايفون 12 برو طبعا بطاريه 100% حتى لو ماكس ولا بلس نفس الشيء لكن ككاميرات كتقنيات موجوده هنا في الجهاز في اشياء مش موجوده في البرو نفتح معكم الجهاز ونشوف البدايه التزويم هنا 2.5 اكس ال 12 برو 2 اكس استبلايزيشن او اذا كنت تصور فيديو وانت اسرع هنا مش العدسات نفسها يكون سبلايزيشن نفس الاجهزه الثانيه 12 12 من 12 برو كلهم Optical image يعني العدسه نفسها اللي تتحرك عشان تمنع الاهتزاز عندك اما هذا لا راحت ابل استب ثاني خلت السنسر نفسه الاشخاص اللي يصورون ويعرفون دي اس كيف السنسر نفسه اللي يكون في مانع اهتزاز يكون افضل فابل حطتها هنا ليش الفرق كذا هذا ما انصح اي شخص يشتري الا يبي بطاريه يمكن بعضهم بس يبي بطاريه ما يبي ميزه الكاميرا فانصحها من اكثر الاشخاص اللي بيشترونه لحق المصورين انت مصور محترف محترف مره هذا الجهاز اللي جهزه لك خصوصا في تصوير الفيديو اما تصوير الصور خذ الـ 12 برو عادي اكثر الاشخاص مثل ما قلت لكم راح يشترون السلسله هذه راح يكونون على ايفون 12 العادي او 12 مني لحق الاشخاص اللي ما يستخدمون الانترنت كثير يعني فوق ال40 فوق ال50 سنه اعمارهم يفتح واتساب يطلع يفتح بنك يطلع ال12 مني ممتاز له الشباب 12 ممتاز افتح الجهاز معاكم شو اللون طبعا انا ماسك على اللون الازرق كله الاجهزه هنا اللون الازرق حتى التولف العادي اللي شريته بسوي ماتش مع الساعه توهقت بالساعه انا وقمت اشتري اجهزه هنا ب 400 قمت اشتري ب 300 ب 1300 ب 1200 عشان بسوي ماتش مع 400 هذا اللي يشتري سياره ويحط فيها أكسسوريز اكثر من قيمتها المهم هذا الجهاز ولونه والله كبير يعني اسف ابل لكن انا قتلت حماسي بالميني من البلس يعني يوم شريت الميني واستخدمت الميني قبل شوي ما كان عندي حماس لحق البلس كحجم لف العلبه بس هذه الاشياء سلك والخمه الثانيه هذا ال 11 برو ماكس الجهاز اللي انا استخدمه على طول كحجم شاشه في فرق مثل ما نشوف اللون الابيض اللي فوق هذا السمك ان ارتفاع ال 12 برو ماكس اكبر من الايفون 11 برو ماكس خصوصا حتى في الشاشه يعني هنا اكبر من هذه الريزولوشن حق البي بي اي 458 فيعتبر اقل واحد من الشاشه كل ما تكبر البي بي اي راح يقل لكن اذا تبي بي بي اي كثير هو اصغر واحد 12 بني هو في البكسلات بر انش اكثر اي 14 في ثلاث كاميرات هنا 12 ميجا بكسل وايد و 12 ميجا بكسل الترا وايد و 12 ميجا بكسل التليفوتو ثلاث كاميرات اللي فيه في تكلمنا عن كثير اللايدار وتكلمت اشياء كثيره عنه ممتاز لحق التصوير خصوصا في الفوكس لحق الاضاءه المنخفضه انك لو تسوي فوكس في ظلام الكاميرا ما تدري ما تشوف شيء عشان بتسوي فوكس لو بتصور تصوير الليلي ف باللايدار يشوف ويسوي تو فوكس ده وتو فوكس برضو اسرع الان هنا باللايدار الجهاز يجيب 128 و256 و512 فيس اي دي معروفه اللي فيه الجهاز يجيب ال5 g كل السلسله مثل ما قلت لكم يجوا لها في 5 g هذه ال5 g اللي هنا تكون اوتو او سمارت داتا سمتها ابل انه يشتغل 5 جي وقت ما تحتاج ويطفي وقت ما تحتاج وتقدر تسوي الهوت سبوت بالاجهزه الجديده كلها مش بس هذا على ال5 جيجا هرتز وتقدر برضه بالاجهزه الجديده كلها على 5 جي تقدر تحمل السوفت وير حق الايفون اذا نزل ابديت جديد عندك لاي اس 14.4 والاشياء دي تقدر تحملها على الشريحه هنا، الاجهزه القديمه على شبكه الفور جي ما تقدر لازم تشبك على الوايرلس عشان تحملها، الجهاز يجي ب 1100 دولار حق 128 جيجا و1200 دولار حق 256 جيجا و1400 دولار حق 512 جيجا، طبعا كلهم يدعمون الماج سيف اللي تكلمنا عنه. الفنات 12 كلهم مثل ما نشوف وفي حركة جديدة أنك لو حطيت الغلاف يتأقلم معك الجهاز لأن الغلاف نفسه نفس اللي في اف بس تحط الجهاز عليه في الغلاف فيقرأ اف سي ويعطيك حركة على حسب لون الغلاف اللي عندك أو لو بتحط الوالت سمارت والت الأشياء دي فالجهاز يعرف الغلاف نفسه ويعطيك التأقلم حق الإضاءة حقته بس نشوف معك من الغلاف طبعا في غلاف اللذر أو الجلد وفي السيليكون هذه حركة حلوة عند أبل فكرتون الجلد يجيني كذا بدون سكر اللي من الجنب هنا مش نفس السيليكون السيليكون يجيك ستكر لازم تشيله لكن هذا يمسك داخل بدون اي شيء طلع كذا فمثل ما تشوفون هذا الجلد اللون الازرق وهنا الرنج اللي موجود هنا هذا الماجنت اللي راح يمسك مع الايفون اذا حطيت الغلاف حطينا كذا فالان اقدر احط الماجنت لحق اي قطعه ثانيه مع انه في ماجنت على ماجنت فاقدر احط هذه نفس الشيء نصيحه اي شخص عند الايفونات الجديده تمنيت اني تكلمت عنها في الفيديوهات اللي راحت لكن اي شخص عنده الايفونات الجديده اذا رحت فندق مثلا اعطاك البطاقه حق السمارت حق فتح الباب لا تحطها قريب من الايفون في ماجنت هنا راح يفرمت المعلومات اللي في البطاقه حتى بطاقه البنك يعني اتمنى انك لا تقربها عشان لا تفرمت ولا شيء في ماجنت هنا مجال مغناطيسي راح يفرمت الاشياء دي تبغى شوف الجهاز نفتحه معاكم اول مره بس تقريبا هذا كل شيء انتظروني فيديوهات قادمه راح اقول لكم انطباعي كامل للجهاز ونسوي مقارنات للجهاز مع الاجهزه الثانيه اللي عندنا والتصوير الليلي وكل شيء مثل ما تعودتوا في القناه ففي نهايه الفيديو تنسون اشتراك في القناه واشتراك في حسابي سناب شات تشرفوا بضبطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فضل دعاكم السلام عليكم